وقت اللي الرقص التونسي يمشي بعيد برشا العالم، وقت أجساد شباب تونس تعبر على معاناة وجعة، مشينا الإكس تحديداً البافيونوار قلعة الرقص المعاصر الأهم في فرنسا، تبعنا عرض استثنائي لأولاد سيهم بالخوجة قدام جمهور فرنساوي، حكاية عائلات شباب نساء ظروف خلتهم يحرقوا للي تصوروه عالم أفضل. هذه متابعة خاصة العرض لي غيزون ديزيسبيري. لهنا في الجنوب الفرنسي في إكس 40 كيلومتر على مارسيليا، ستة شباب توانسة عمرهم بين 20 و 30 سنة جاو اليوم باش يقدموا عرض راقص لي غيزون ديسبيري. عرض توصلت الخدمة عليه مدة شهرين تقريبا. أصغر عضو في المجموعة متاعنا رنيم الكافي بدأت المسيرة متاعها مع الدانس من اللي عمرها 16 سنة، غرام وحب الطلاع، اليوم هي موجودة على أكبر المسارح في فرنسا في مجال الرقص المعاصر. ما كنتش نتخيل روحي باش نطلع في تياتر كي من هكية، وسورتو تعدي تقبل برشا مشاكل، وبالدانس معناها قبل عديت برشا مشاكل عائلية وبرشا حاجات. دونك أنا فرحانة برشا على خاطر قرايتي بطلتها وعاودت رجعت على خاطر الدانس. و فوالا دونك أنا اليوم لهنا واليوم باش نشطح زيدا خير من البارح وباش نعطي الانرجي اللي عندي الكل. أفريل 2019 رنيم كانت عضوة في مجموعة كاملة شهدت انطلاق مشروع فني بسلسلة عروض في أكثر من 10 ولاية تونسية شاركوا فيها 24 رقص. هذه نور مزوري راقصة محترفة عمرها 26 سنة. نور تشارك اليوم في عرض لي غيزون ديسبيري بخبرة تتجاوز 20 سنة في مجال الرقص والكوريغرافيا. الأمل اللي نحكيه عليه أمل في عيشة أخرى، عيشة مخير، وإلا زعما نندموا على مشيدنا ونقعدوا ونحبوا نقعدوا في بلادنا. شنو باش تقدم لنا بلادنا وشنو باش نقدموا لبلادنا وشنو البلدان الاخرين باش يقدموا لنا؟ الرحله متاعنا باش تحكي على الرحله متاع لي جان اللي باش يمشي ويشقوا البحر وشنو من الحاجات اللي يحسوهم وشنو الحاجات اللي يتعرضوا لهم. نهار قبل العرض نور واصحابها موجودين في واحد من اهم معاقل الرقص المعاصر لو بافيون نوار اللي هنا باش يصير سبيكتاكل. 10 متاع الصباح تنطلق آخر بروفا للجروب متاعنا، التركيز والجدية مطلوبين خاصة تحت إشراف إنسانة أمنت بهم وقفت معهم وكانت صاحبة المشروع. لي غيزون ديسبيري تخلقت على خاطر حسيت اللي نحكي فيه مدة 20 سنة اليوم ما عادش نجم نفذه. تري سامبل، أنا ديما نمن اللي ولادي حتى واحد ما بشي بشي وعطيتهم الإمكانيات باللي بورس باللي فواياج بالدنيا الكل في العالم اللي يسافر ويتعلموا المرة ويرجعوا في تونس باش يبنيوا حياتهم، ومقتنعة 100%. حسيت المدة الأخيرة في البيس بتاعي أنا وطول الكا كي جيت نكتب فما لي غيزون ديسبيري 3 بوان، ثلاثة نقاط، بلو ريان ايسبيري. حسيت في الشاب بتاعي أنا ما عادش ممن بتونس، حتى كي نقول راك عندك دو بورس وراك باش تمشي وراني باش نحلك البيبان وراك باش تقرا، حسيت أولا ما عادش مقتنع بيا وما عادش مقتنع شوية بتونس، ولا إحباط كبير. ربي وخر وخر
تساعد باش تخلصوا من ستريس والضغط اللي عيشوه ساعات قبل العرض. في البلاصة هذه تعرفنا على حازم الشابي أصيل ولاية توزر، واحد من أولاد سهم بالخوجة. تعرفت عليه عام 2015 في مشروع فني اسمه فابريكا. فابريكا مشروع رقص معاصر تعمل في 10 ولايات من بيناتهم توزر، وقع اختيار سهم بالخوجة وقت على الشاب هذا باش يكون موجود معها في مشاريعها الفنية. اليوم عمره 24 سنة، حازم يلقى روحه عنصر أساسي في العرض بعد ما تعرض لبرشا صعوبات منعته من قبل من تحقيق الحلم متاعه. تعرفت على مدام سهام، خدونا مع بعضنا عام ونص. من بعدها بطلت خاطر عندي قرايتي، كملت قرايتي. من بعد 3 سنين هكاك حتى الدونس بطلت خاطر لازمني نخدم ونعاون دارنا. خدمت في السوق، خدمت في باتسيري، في القهاوي. امي بابا قبل كانوا مخلقين على الدونس، خاطر قبل الدونس كانت بالنسبه لهم حاجه جوست يعني هوايه وكهو. اما بالنسبه لي انا نحبها تكون مهنه، نحب نعيش بها. دونك كي بديت نخلص، كي بديت نعمل في دي سبيكتاكل برشا في تونس، كل شيء بدو يفهموا بشوي بشوي. من بعد قلت لهم راني عندي دات باش نخرج في فرنسا، عندي دات في نيس، عندي وقتها بشوي بشوي بدو نتفرج في سبيكتاكل متاع كومباني دو سي ام بالخوجة لي ريزون ديسبيري. جي دانسي مع كومباني هذيك ديجا افون، و سي اون اوبورتونيتي لا جي نتفرج معناها فيها و باسكو سا لا دوني. دو توت فاسون جي سور لي حاجة باهية على الاخر معناها. Le thème de l'immigration c'est vraiment un thème qui nous touche à tous et surtout en tant que futur prof de FLE on sera amené à travailler avec ce public et donc c'est vraiment un grand plaisir d'être là. ثمانية ينطلق العرض مع أول فقرة ستاغناسيون، فقرة راهو فيها دي شومبرا يركبر على السين، صوت أمواج البحر، كلمات بلغات أجنبية، جزئيات يستعملوها الراقصين باش يعبروا على حيرة الشاب التونسي وسط الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية اللي تعيشها البلاد، الشيء اللي يخليه يفكر في البحر ويغزر لما وراء الضفة الأخرى، ضفة البحر الأبيض المتوسط. Et on est dans la mer, 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 on est dans la mer.
من بعد الرقصين يلتحموا مع بعضهم ريزيستانس، الفقرة اللي كانت واحدة من عناصرها بناية فرنسية تعرفت عليها سهام بالخجة 3 أيام فقط قبل العرض. سهام ما عندهاش حدود للفن للوقت للعمر، الشيء اللي خليها تعطي فرصة للطفلة هذه بتشارك في عرض اليوم. Je suis venue au pavillon noir pour prendre un cours de danse orientale avec elle, par curiosité, pour découvrir cette danse que je ne connaissais pas. Et puis elle m'a proposé de rester prendre un cours de contemporain avec ses danseurs. Alors tout sourire, j'ai accepté. Et finalement, j'ai passé toute la journée avec eux. Et c'est là que j'ai découvert leurs pièces, que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas de quoi ça allait parler. Et l'histoire m'a véritablement saisi dès les premiers instants. الفقرة الثالثة هي عبارة على ملخص العرض، فقرة بعنوان Raison d'espérer. يتمكنوا من خلال هالرقصين من توحيد أفكارهم كل واحد بطريقته. الهدف أنهم يوصلوا رسالة أنه الأمل مازال موجود في تونس وشباب تونس. العرض دام ساعة وربع، الرقصين حاولوا انهم يعديوا وجيعتهم، وجيعة الشاب التونسي اللي يلقى روحه مجبر انه يحرق. برشا حاجات مستهم سهم بالخوجة من خلال العرض هذايا، والشيء هذايا حسيناه من بعد في العشرة دقائق تصفيق اللي فيها بهم العرض. Vraiment, c'était un grand succès et je tenais à le dire. Bien sûr, ce spectacle relatait des moments très difficiles pour les jeunes Tunisiens. Je ne regrette pas d'être venue voir ce spectacle qui était vraiment magique avec un message très fort et très touchant. J'ai vécu mon adolescence à Tunis et j'ai retrouvé plein de saveurs, plein de richesses.
dans cette création. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir dire à ceux qui étaient là, Barakallahou fik. Les raisons d'espérer. قدم نهار عيد الحب والتيام بالخجة يقدموا 500 وردة للجمهور في انتظار أن الموعد يتجدد معهم قريبا المرة الجاية باش نلقاهم نهار 28 مايو في باريس.